قطعتوا ولاية مدين على التوأم مع قطعت اليورو الفرنسية. بقى في ذاك التوأم هذا تم إقرار مشروع لتخمير أو تسمية الفواضل العضوية المتأتية خاصة للنزول السياحية. المشروع هذا وقع إقراره سنة 2008، وسنة 2011 وافقت الجهة الفرنسية على تخصيص مبلغ مالي للشروع في تنفيذ هذا المشروع، والمبلغ هذا هو قرابة 150 ألف أورو 300 ألف دينار. في نطاق المشروع بالتعاون مع نفس الجهة الفرنسية المقاطعة اليورو مع جي زاد، تم إنجاز الوحدة المصغرة لتخمير الفاضة العضوية بحمزو، وقع إنجاز الوحدة اللي الوحدة هذه تساعدنا لقيام بحملات تحسيسية خاصة لفائدة النزول، لفائدة المدارس، لفائدة المواطنين. ولقات ولو في البداية لقات معنا صعوبات مع المواطنين ورافضين العملية هذه، بعد لقات استحسان المواطنين وتم استغلال المحطة هذه في حملات تحسيسية خاصة مع النزول. وباش يقع معنا باش نبدو في برنامج مع المدارس الابتدائية ومع المواطنين، اللي هي التشجيع باش نشجعوا المواطن على راس كلك الفضلات، خاطر المشروع مستقبل الجزيرة انه يعتمد كثير على راس كلك معناها من المصدر ستادير من ليميناج دونك سيليكتيف دي ديشي. وعندنا مشروع اخر اللي بدات فيه بلدية عم السوق بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، هو مشروع التسمية نتاعو جودام، التصرف الجيد في الفضلات بالمتوسط، جيستيون اوبتيميزي دي ديشي اون دي تاعني. المشروع هذا يعنى خاصة بالتصرف الجيد في الفضل بالمنطقة السياحية لجزيرة جربة، مش مفروش لحب السوق برك، خاطر خدمنا احنا ديجا في نطاق هذا المشروع، خدمنا مع برسك برشا نزول، معناها اللي فما حتى بعض النزول اللي تابعة دونك منو. المشروع هذا بدا انطلقت في ليبيا عام 2010، وعدت الاهداف تاعو اعداد دراسه تقييميه ستادي دياغنوستيك تاع السيتياسيون تاع جيستيون دي ديشي في المنطقه السياحيه لجزيره جربه. فما المشاركه في منطقيات دوليه ودونك حول تصرف الفضلات بلبنان والمغرب وتونس، خاطر المشروع هذا قدام هو يهم برسك الدول حوض البحر الابيض المتوسط اللي فيهم المغرب، تونس، لبنان، دونك مصر. وبيصير ربما عدة مشاريع اخرى، عندنا برشا اجانب يحبوا يستثمروا في تونس، عدة اقتراحات، برشا اقتراحات تاع مشاريع تاع بيوليز تاع ميكانيزاسيون تاع احنا كان مشينا في بروجي سامبل تاع كومبوستاج اللي ما يتطلبش معنا تكنيسيتي كبيره، ما يتطلبش سيرتو ان غو ماتيريال، ومعنا سهل التحكم فيه سيرتو الكومبوستاج، سيرتو معنا يفوس فيه بيان سويف لا تمبيراتير وليميديتي ويصير ان غو كومبوستاج. دونك مازلنا الحق في الدرس، وان شاء الله نعملوا دي سي مع توا مع الحكومه الجديده يقع مع قرار نهائي في شنو المشروع اللي باش نعملوه، وخاصة وين باش نعملوه زاد قانونيا، وباش نعملوا وكالة للتصرف في النفايات بالنسبة للجزيرة، ربما نخمم زاد في إضافة جرزيس معانا، خمسة فما إمكانية ربما نعملوش سونتر خارج الجزيرة. هذه كلها مازالت في المفاوضات، والقرار النهائي إن شاء الله في ظرف شهر وقت هذا يبدا عندنا قرار نهائي في نوع المشروع ومكان المشروع. شكرا. نبدأ بالمشاريع التي المنجزة والتي هي في طور الإنجاز. مشاريع سنة 2012 هي تقريبا ثم ثلاثة مشاريع يسمى كبيرة، وبعض المشاريع المتوسطة والتدخلات الصغيرة. أهم مشروع واللي نراو فيه أنه معناها يتطلب معناها يستجيب لتطلعات المواطنين في الجزيرة، خاصة اللي يذكر التطلعات معناها في الطرقات وزيارة الطرقات التي معناها تآكلت لمدة من الزمن،
وثم طرقات اللي انجزت عندها 30 سنه واكثر ولم تقع صيانتها بالطريقه اللي يكون في صيانتها. معناها نفسنا سهل، من السهل ان تنجز الطريق ولكن من الصعب انك تتدخل بالصيانه نتاعو. المشروع هذايا الكلفه نتاعو مليار، معناها مليون دينار. انطلقت البلديه في الانجاز في 1 نوفمبر وبلغت توا 40%، وعنده خيان اللي حاضرين قائمه في الطرقات اللي موجوده واللي مش تقع التدخل عليها. ظهر لي ما فماش موجب باش نذكرها بالوحده، هما 34 طريق تقريبا تقع التدخل عليهم. هذا تدخل مباشر، معناها يا اما باعاده اصلاح الطريق كليا او جزئيا. وعندنا بقيه الطرقات اللي موجوده كلها بالمنطقه البلديه سيتم اصلاحها، وذلك بتعهد الحفر والتكسيرات اللي من الناتجه عن تدخل المتدخلين العموميين. المشروع الثاني هو بناء القسط الثاني من المستودع البلدي. كما كان يذكر اخونا منجي، الاسطول بتاع النظافه اللي هو الحمد لله بدا يطول، معناها ولذلك فكرت النيابه الخصوصيه في معناها احداث اضافه للاداره اللي تعم اداره المحيط والنظافه. اضافه للاداره هذه تم انجاز الورشه لاصلاح وتعهد المعدات ومحطه غسيل. المشروع هذا ان شاء الله اشرف على النهايه، وبذلك يكون عندنا معناها باتيمون اللي تستجيب تقريبا للمواصفات، باش تكون الاسطول النظافه يولي يستجيب لكل المواصفات اللي معمول بها، وخاصه اللي ثم معضله كبيره نشوفوها في النظافه اللي هي الحاويات. معناها نحاول مش حتى الحاويات يتم غسلها ان شاء الله. مش نحكوا على مشاريع، على طرقات، على نظافة، من غير ما نحكوا على نصر الاستقلاص في بلدية حب السود. مصر هذه تبدو يعني الجانب الغير معروف لدى عامة المواطنين. بالنسبة للمواطنين البلدية هي الطرقات، هي نظافة، وللأسف نقولوا نظافة نقولوا يعني البلدية ما عملت حتى شيء. لكن في المقابل صحيح مسألة النظافة بين قوسين خارج عن نطاق بلدية حومة السوق عندها ذرع فيها، لكن الوضع الهيكل اللي لقينا فيه روحنا حنايد كبلدية لقينا تصرف النفايات خارج عن مسؤوليات البلدية. والإشكال في يعني وضع مصبات تاع البلدية ومش نحطوا زبلة نتاعنا. المسألة هذه الجانب هذا خارج عن شؤون البلدية، لكن عليها البلدية عاجزة لحد ما عن حل مفردها، والمسألة تطلب تدخل على الأطراف. هذا من قوسين. للأسف نأكد كونه مشكلة الفضلات جاءت من سمعة بلدية حومة السوق، يعني مش مرضية بدا أغلب المواطنين. لكن في المقابل هناك جوانب أخرى ربما تبدو من قوسين نيرة شوية أمام ظرف تاع مرحلة الانتقال تعيش فيه تونس كاملة. مصلحة الاستخلاص يعني حسب إحصائيات وزارة الداخلية، الجماعات المحلية في وزارة الداخلية، بلدية حومة السوق من بين أحسن بلديات في جانب الاستخلاص، هذا بشهادة صندوق الوطني للقروض. نعم، صندوق الوطني للقروض وشهادة عثمان تاع البعوث. عملنا اجتماع على مستوى صندوق القروض والدفع الاستثماري للبلدي في 4 ديسمبر 2012 من بين البلديه، تاكد سي عثمان هذا تبع يعني موظف مسؤول في الجماعات المحليه في وزاره الداخليه، من بين البلديات التي شهد نصر الاستخلاص فيها يعني نتائج مرضيه بعد بلديات صفاقس في اقليم الجنوب الشرقي، بعد بلديات صفاقس نجد بلديه حومه السوق. يعني ما يبعدوش ان يسب على بلديه صفاقس، وان شاء الله في وضع كان هذا نامل في المستقبل انه يتحسن. باش نعطي بعض المعطيات انا فقط باش نبين به يعني كيف انه بلديه حومه السوق بذلت مجهود كبير، سواء مجلس سواء اداره نشكرهم بين قوسين هنا، لكن غير باين لعامه المواطنين. في 2011 سنه الثوره، يعني باش كان قانون سنه 2010 نصر الاستخلاص ما وصلش 45%.
تعدينا ل 2012 ارتفع نفس هذا النسق في حدود 85% مقارنه بسنه 2010 مقارنه بالظرف العادي اللي كانت عليه تونس قبل الثوره. يعني في ظرف كان هذا انه البلديه توصل لنسق استخلاص بالنسبه هذه، يعني ما نصورش واحد باش يشهد علينا ويشهد يعني ينكر مجهود تاع وين تاع مجلس تاع بلديه الى غير ذلك، تاع كل الاطراف. وربما في فرصه قادمه سنتمكن من ان نستدعو ممثل على المجلس الجهوي ليعطينا اكثر تفاصيل واكثر حيثيات حول المشاريع التنمويه المتعلقه بجهه جده.